لا بص يا صاروخ، بعد كده ابقوا قولي لي يا عم زلطه. عم زلطه؟ عم زلطه. وعم زلطه وحش ده، انت عيله لمه ده، اجري يا بنت انده امك. اما الواد زلطه ابوكي. تعال يا ولا، جيت في وقتك. انا طول عمري باجي في وقتي. ازيك يا عواطف، عامله ايه؟ وحشتيني. ايه وحشتيني دي؟ ولا حاجه، انا قلت بس انك بقيت لوحدك فاجي اخد بحسك يعني واطمن عليكي. طب والله فيك الخير، بلعت الحمام مسدوده والمجاري عماله ترد في الحمام، تعرف تسلكي البلاعه؟ بلعت ايه ومجاري ايه؟ ده انا جاي لك زياره وجايب لك بسبوسه. ليه غنيت مدريد؟ زي بعض مش شاكرين. هات. لا ده واجب، اصل انا بحب اعمل الواجب قوي. ايه الخلاصه؟ تسلك لي البلاعه واديك 5 جنيه ولا ابعت اجيب له استمكرم؟ هي مسدوده قوي؟ اه. ولو سلكتها هتبقى مبسوطه؟ اه. قوم وديني الحمام وانا هسلكها لك من غير ما اخد ولا سلم. وافادت مصادر طبيه في مشفى شفاء بان الطفل استشهد بعد يومين من اصابته البالغه في غاره اسرائيليه، مما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزه الى 6. ايه امال انت بتتفرجي عليه ده؟ ما تجيب لنا فيلم نشوفه. ما بقتش عارفه اقلع على الفلسطينيين ولا على الاسرائيليين. تقلقي على الاسرائيليين ليه؟ الله، مش اني فوزتيهم ممكن الفلسطينيين يعملوا حاجه في الاسرائيليين تيجي في ابني. يا ماما هو احنا عارفين مكانه فين ولا فوزت مين فيهم؟ اه عمال ادور في وسط الاسرائيليين يمكن المحهم. ماما كنت عايزه اتكلم معاكي في حاجه. خير يا حورية؟ كنت عايزه احكي لك حاجه كده بس خايفه تقولي لي كلام مش قد كده. لو غلط ما تتكلميش، لا بحب الغلط ولا الكلام في الغلط. ما المشكله ان انا مش عارفه اذا كانت غلط ولا صح. متعلقه بحد؟ مالك يا بت؟ مستغربة يعني، هو باين عليا؟ يا سلام، ما انت بتدخلي في اوضتك تايهة وسرحانة وفي الباب عليكي باينة يعني، ولا فاكرة امك عبيطة؟ لا بس ما كنتش عارفة انه واضح قوي كده. مين؟ صلاح. انت حاسة بس زيك قلقانة ومش مطمنة. انت كمان يا ماما؟ الجدع بصراحة مفيش على حد غبار، مركزه كويس وابن ناس ومتربي وكمان زميل اخوكي، بس اللي محيرني ان اللي مخبيه اكتر من اللي مبينه. مش بتاع مخابرات؟ ما تتعشميش قوي كده، صحي هو عينه عليكي بس دول ناس تانيه خالص غيرنا. ازاي؟ مش حماده اخويا منهم؟ ما هو ده الهم الكبير، لما يبقى ابني حماده اللي مخلفاه ومعرفوش حاجات مخوي. حماده لما كان بيرمش بحس بيه، تطلع مخبي عنه سر كبير زي ده. كان حاول ايه؟ الراجل في بيته حاجه وفي شغله حاجه تانيه. المهم خلينا في صلاح. قال لك حاجه؟ اه. قال لك يعني هيجيب والدته؟ لا. امال كنتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني مشاعر واحاسيس بس. لا انا ما اعرفش الكلام ده، البيت له باب. مش لما اعرف يا ماما هو عايز يخش البيت ده ولا لا. اسمعي كويس وافهمي، الراجل لما يلاقي البنت سهله وقريبه منه ما يفكرش ابدا انه يتجوزها، وخصوصا لما يبقى واحد زي صلاح لف الدنيا. بس انا يا ماما مش عارفه اشيله من دماغي، خايلني طول الوقت. بلاش الكلام العبيط ده، اتقالي وابعدي، ولو من نصيبك هيجي لك لحد عندك. بنتي ماتت، ماتت يوم ما خرجت من عندي، لقيت معاك دي انا مش عايزها. هي فين يا سعيد؟ تحت عند ام عبد الله. روح يا سعيد، روح، انا خلاص قلت اللي عندي. صلى على النبي يا عم رجب، الكلام اخده وعطى وانا جاي احل. تحل ولا تربط؟ انا بنتي ماتت، خلص كلام. حبيبتي يا بنتي كده كده برضه عايزه تعملي فينا كده؟ حقك عليا يا اما، انا اسفه سامحيني. احنا ما غلطناش يا حماتي، ودينا جينا لحد عندكم. يا ابني حرام عليكم السواد اللي شفناها انا وابوها. بطلي محني يا اختي وتعالي، بلا سواد بلا بياض، الحمد لله البت رجعت بالسلامه اهي، ومتجوزه على سنه الله ورسوله. اه
وجايين يطلبوا رضاك وخلاص بقى لم الدور. خلينا نفكر في اللي جاي. اهو ده احلى كلام يا ام عبد الله. انا عايزه اطلع ابوس ايد ابويا واستسمح. لا خليك، لو طلعتي هيقطم رقبتك. الراجل على اخر حبه عيني. امك عندها حق بصراحه يا عزه، تلاقي ابوكي قايد نار. استني كده حبيبتي لما سعيد يفكوا شويه. هو اللي انت عملتيه ده شويه مقصوفه الرقبه. الله الله الله، ما كلامك كان حلو يا ام عبد الله، قلبتي كده ليه؟ لا هي غلطت وانت كمان غلطت يا عماد. انا بس بقول الكلمتين دول عشان الم العمله السوداء اللي انتوا عملتوها، لكن انتوا الاثنين عايزين اطمر ابيكم. ما شوره الجواز دي كانت شوره اخوكي، انا عن نفسي كنت عايز اجيبها قبل اي حاجه. كده برضو يا عواطف؟ يعني اخوكي هو قص البلاوي كلها؟ في ايه يا اولية؟ الله، انت هتمسكي في اخويا وهسيبي بنتك البايظه اللي سابت بيتها وطفشت؟ سامعه يا موكوسه؟ اهي دي اللي واقفه جنبك، امال الناس هتقول عليكي ايه؟ انا هلم عزالي وابيع شقتي واطفش من الحته دي، لان انا خلاص ما بقتش قادر ابص في وشوش الناس. الكلام ده لا يودي ولا يجيب يا عم رجب، انت كده عامل زي اللي بيغمض عينيه عشان ما حدش يشوفه. ما قداميش حل تاني يا سعيد. ما هو ده مش حل تاني. ما هو يا كده يا اما اقوم دلوقتي اجيب سكينه وانزل اذبحها هي وهو عشان اقدر ارفع راسي مره تانية. وتضيع بنتك وتضيع نفسك يا عم. خد مني بقى، احنا هنعمل فرح كبير، فرح ما حصلش في المنطقه قبل كده. نطبل ونرقص ونغني ونقول لكل الدنيا ان احنا ما عندناش حاجه نخبيها. حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده، وسلامه اللي كان صبحي يكتب كتابه عليها. يا سيدي احنا هنقول ان احنا ما كانش عندنا حل تاني عشان نفركش الجوازه دي، وان انت اللي بعت البت عند خالها، وان كل حاجه حصلت بموافقتك وتحت علمك. انت فاكر الناس قابله ولا عبيط؟ مين اللي هيصدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي مش هيصدق ان شاء الله مع انه صدق، ما حدش له عندنا حاجه. اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، انا عن نفسي لا هحضر لها فرح ولا هدخل لها بيت من اساسه. زي ما قلت لك انا بنتي ماتت. يا عم رجب حرام بقى نرقي نشف بالكلام. انت شاغل نفسك بينا ليه يا سعيد؟ ما تتكل على الله ومصلحتك يا اخي. بتردني من بيتك يا عم رجب؟ ما كانش العشاء يا اسطى. ماشي. بص يا سعيد، اخر كلام عندي، يطلقها ويجي ياخدها من بيت ابوها. الحلبه بحليب بتاعتك يا اسطى. سلامه سلامه. ما طلبتش حاجه يا عم. فيما بيننا كده، الحلبه دي على حسابي يا عم. بصراحه بقى انا جايب موضوع الحلبه ده حجه علشان عايز اقول لك كلمتين. يعني ما سألتنيش عايزك في ايه؟ حسام انا مش طايق نفسي السعادة. خد الحلبة دي وامشي من قدامي. حتى لو قلت لك ان عزة رجعت؟ ايه؟ عزة فين؟ جت امتى؟ يا عمي سيب هدومي وهدئ اعضائك، انت سخنت كده ليه؟ صحيح العشق امر من الصبر. اخلص. عزة فين؟ يا عم عزة رجعت مع سعيد وعماد في العربية وراحوا عند عواطف، وانا عشان صاحبك وحبيبك جيت اقول لك. ده هتبقى فرجة. ايه يا سلامة؟ في ايه؟ مالك متخبط كده ليه؟ عزة فين؟ عرفت انها جت؟ عزة مش هنا يا سلام. انت بتضحك عليا يا عزة. تعالى هنا. رايح فين؟ الله، هي خرابة رايح تتمشى فيها. اهدى بس يا سلامة وصلي على النبي. عزة خلاص مش ليك، عزة هتتجوز عماد. ما تقولش كده يا سعيد، عزة بتحبني وانا اللي هتجوزها. ابوها مش عايز يديها لك، هو موديها عند خالها عشان يهرب من الموضوع ده. اديني جبت لك من الاخر. ليه كده يا استاذ راجل؟ هو انا قصرت معاك في حاجة؟ ده انا ما كلفتكش حاجة وجبت لك كل اللي انت عايزه. جوزني عزة يا استاذ. لو عايز فلوس زيادة خد، أنا معايا فلوس كتير قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلوس إيه يا ابني؟ حد قال لك إن أنا ببيع بنتي؟ طب عايز إيه يا سراجة؟ شوف اللي أنت عايزه وأنا أجيبه لك. والنبي يا سعيد قول له جوزني عزة. تعالى يا سماح، تعالى معايا بس وأنا أعمل لك كل حاجة. سيبني وأنا عيل صغير. قول لي يا سراجة عايز إيه وأنا أعمله لك. روح يا سلامة، روح مع سعيد. أصلي وكلت سعيد في أمر عزة بنتي. تعالى معايا يا سلام، نشرب كوبايتين شاي وهقول لك تعمل ايه. يلا تعالى. مش عايز حاجه تانية قبل ما اشطب يا عم زكي؟ لا يا ابني انا هدخل انام، تصبح على خير. وانت من اهل. هي جليله اللي مخرجك السعادي. الدنيا طبقه على نفسي يا عم زكي، ومش فاهمه حاجه، ودماغي عماله تودي وتجيب. طيب اقعدي استنيني، القعده منصوبه، انا هدخل الطاوله واجي اقعد جنبك تحكي لي على كل حاجه. ماشي. بس ما اشربهمش على القهوه. ماشي. اشربهم بعيد، مش طالبه مصايب. ايوه. ايدك بقى على 50 جنيه.
ليه يا عم انت تشتغلني ولا ايه؟ انت ليك في الحشيش؟ لا خلاص يا تدفع 50 جند يا تسيبهم لصاحبهم. انت تاكل القرف. اتفضل بس اشربهم بعيد. ماشي يا عم بقى انت هتغنيها. يلا سلام. على فين؟ هنشرب سيجارتين الحشيش دول عندك في المحل وبعدين نتكلم. حشيش ايه وبتاع ايه يا سعيد؟ مش لما نشوف موضوع حزه الاول يا جدع. مش عم رجب قالك ان هو فوضني؟ يلا بقى. انا مش فاهم حاجه يا جليله، الراجل ده يطلع مين؟ والعربيه اللي مع ابراهيم دي بتاعت واحد صاحبه ولا بيشتغل عليها؟ لا دي ولا دي، دي بتاعت حماده. هو حماده رجع؟ بس انا ما شفتوش لا طالع ولا نازل. حماده ما رجعش. الله، منين بقى ما رجعش ودي عربيته؟ دي قصه طويله بس مش عارف احكيها لك ولا لا. اخصى عليك يا بنتي، وانا اتمنى لك غير الخير، ولا على راي المثل فحزنكم مدعيه وفرحكم منسيه. لا والله يا عم زكي، ربنا وحده اللي يعلم معزتك عندي قد ايه، بس انا على بقي قفل مش قادره افتحه، ونفسي افضفض لك واشكرك. لو اللي هتقوليه ده سر فضفضي، سرك في بير، فضفضي يا جليله. أول مرة أخد بالي إنك بتحب تعرف المستخبي. فضول يعني؟ لا والله، بس أنا عايز أطمن عليك. طب احلف لي اللي هقوله لك ده ما يطلعش برانا. والله ما هقول لحد. خد يا عم. إيه ده؟ دي نار داخلة في صدري مش عايز أمسك. يا جدع هو في حلاوة من غير نار؟ شد واكتم. أنا عايزك تكبر يا سلامة. بقول لك يا سعيد، انا عارف ان عماد صاحبك وانك هتبقى ميال له اكتر مني، بس انت من الاخر مالكش صاحب، فاظبطني بحوار عزه ده وانا هديك 5000 جنيه. طب بس شد يا سلامه قبل ما الورده تنام. خلاص خليهم 7. ها قلت ايه؟ والله يا سلامه كلامك مؤثر، بس هرد على التليفون ده وارجع بقى اديك المفيد. بس شطارتك انك تخلص ده، قصدي تخلص السيجاره، مفيش عزه من غير ما تفرمها. ايوه يا حريه. لا انا مستغرب يعني انك لسه صاحي لحد دلوقتي. يعني انا في الشغل، انت يعني فاهمه بقى شغلي ملوش مواعيد. صراحه انا عايزه اعرف عنك كل حاجه. لا طبعا مش دلوقتي. على فكرة أنا قلت لماما عن مشاعري ناحيتك ومشاعرك ناحيتي. صراحة هو أنت بتحبني مش كده؟ آه طب طب بحبك يعني، بس أنا يعني زي ما تقولي كده ما بعرفش أعبر عن نفسي يعني، طبيعة شغلي وكده. حورية بقولك أنا حاليا في القاهرة وفي مهمة يعني، فممكن تديني فرصة لما أوصل اسكندرية أكلمك؟ اوكي. محمد رسول الله. بس بقى يا عم سلامة. ارمي السيجارة دي وتعدل عشان تاكل لقمة، تلاقيك ما اكلتش من الصبح. ربنا يهون اللي احنا فيه وفلوسك اللي ضاعت. كبدة ومكرونة بالليل كده يا عاطف؟ يا اخويا ما تتأنزحش قوي كده، زمان ما كناش شايلين حتى الفول. على رأيك. الله يرحمك يا عم اسماعيل، كان دايما يشيل لي نايبي. كانت أيام هم وفقر. هتعمل إيه في سلامة اللي اتلطش في دماغه ده؟ والله يا عواطف صعبان عليا. هو فعلا يا عواطف ممكن حد يتعلق بحد قوي كده يعني؟ آه. بتحصل. بالك؟ اسماعيل بيوحشني قوي. بقول لك ايه؟ اجمد واسلب طولك، ده انت لسه المشوار قدامك طويل. واوعى يا حبيبي تخلي حد يصعب عليك. كل واحد في الدنيا دي شايل بلوته على ظهره. ما ينفعش تشيل بلوه غيرك، مش هتستحمل، هتقع وظهرك يتكسر. يا بختك يا عاطف، طول عمرك ما يهمكيش غير اللي منك.
نزل بقى سلامة وعزة وعماد من على ظهرك عشان ترتاح. وإذا كنت أنا سبب في كل اللي بيحصل لهم أعمل إيه؟ اللي يبص ورايا برنس يضيع، ولو الواحد قاعد يحسب اللي فات هيقتله الهم. على رأيك، كفاية هم بقى، بكرة فرح وعايزين نفرح. هاي مشمش، هاي مادم. بقول لك ايه، نفضي اللي في ايدك ويلا معايا. يلا اوكي باي. ده بركه. هو انا سجاده؟ انت تعرفني؟ لا. وجهت لك كلام؟ لا. يبقى خليك في كوزك لما نعوزك. هي ما ملوش لزوم، مادم بيتكلم بالزور، بلاش ترابنز. معلش يا مادو، ابراهيم ما يعرفكش برضه، واللي ما يعرفك يجالك. خلاص يا ابراهيم. ايش يا مادو، والله العظيم ما يعرفك يا معلم. ايما اقصر الشر. يلا هو في ايه؟ يلا انت ما تعرفش انا مين؟ لا ما اعرفش. انت اللي عملتي فينا كل ده. طب وايه الحل ياما؟ يعني هتجوز من غير هدوم؟ انا هاخد بعضي واروح لفرغلس تسمحه تاخدي هدومك اللي عندهم، ولو اني عارفه انه هيرفض. دي حاجات بشيء وشويات، وانا من طبتي ما خليتلكيش حاجه، وديت كله على هناك. طب ما تشتري طقمين بيت وطقمين خروج يمشوني لغايه ما ربنا يفرجها. منين يا حبيبتي؟ هو انت خليتي حيلتنا حاجه؟ ده انا ساحبه من فلوس البيت وقلت اكملهم من فلوس النقطه. ايه المناظر النكد دي؟ ده شكل ناس عندها فرح النهارده. فرح الشم والندامه، فرح هندخل فيه العروسه من غير هدوم. صح، ده انت هدومك عند سلامه. بقول لك ايه يا عواطف، تجيش معايا يا حبيبتي عند فرغالي نستسمحه ينوبك ثواب في البت الغلبانه دي. الموضوع ده ما يحلوش الحريم، ده عايز رجاله. انا مش هخرج من البيت ولا فتله الا لما رجب يدفع اللي دفعناه في الجواز. يا ابو سلامه خليك واقعي، انت لو قعدت تدن جنب رجب مش هتطلع منه جنيه. انا ما اقدرش ازعل سلامه واخرج اي حاجه من البيت. ماشي، ادي 400 جنيه عشان زعل سلامه. انت بتقول لي 400 عشان اقول لك 500؟ قلنا 500، وادي عمود كمان يا سيدي. سعيد، الحكايه مش حكايه فلوس. سلامه ابني زي ما عماد صاحبك. لا اله الا الله، وانا حلاقي منك ولا من ابنك؟ يا عم فرغلي، انا مش بعمل كده عشان عماد. عماد مش هيخص عليه حاجة، أنا يخصني في الموضوع ده ابنك. ولو سيبنا الهدوم كده قدامه هيفضل تعبان ومش هينساها، واحنا عايزينه ينساها. طب والفلوس اللي صرفناها؟ ما أنا بقول لك خد 500 جنيه وأعوض الله عليك في الباقي. طب وإزاي هنخرج الحاجة دي من غير ما سلامة يحس؟ هنسرسبهم. أنا هاخد شوية دلوقتي وبعدين أبعت لك العيال ياخدوا حتة في حتة لحد ما نخلص. وعندك 2 طيارة مع 2 عيادة. بنت شروق، خد يا بنت. ايه اللي انت شايلاه ده؟ وانت مالك؟ ما تخليك في حالك. جامده زي امك. خد ده سعيد، هديك جنيه لو قلت لي انت شايل. هات الجنيه يا ابن اللعيبه. خد قول حاجة عزة اللي بناخدها من ورا فلان. ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ العفاريت الزرق ده، انا زعلت جامد. احمد ربنا انها جت على قد كده. في حد يتعارك مع بطل اسكندريه في الكونغ فو وجاي تقول لي دلوقت بعد ما طحني؟ لا، وايه قدام المزز فضحتنا. طب ومشمش؟ في المشمش. ماشي، انا هعرف اخد حقي. خلي بالك الواد ده وتابوه اكبر مقاول في اسكندريه، مش هتعرف تعمل معاه حاجه. برضو الكارت اللي معايا يقش. الو، ايوه صلاح بيه. يا ابراهيم، يا ابراهيم، انا في مهمه حساسه جدا دلوقت. طب هو اسمه ايه الواد ده؟ مين؟ طيب انا يومين كده ارجع اسكندريه واكلمك. اقفل بقى، اقفل بقى يا ابراهيم. شطوره يا شروق، ما تحرمش منك. عندي الجمايل. طب بطل الرمادة يا بنت انت. خد يا فاضل حاجه تانية هناك. دي اخر حاجه، وسلامه صحي وانا بقفل الباب. روح، وانا مش قلقان غير من سلامه. ده عديها على خير يا رب. عزه، هو عماد غطسان فين من صباحيه ربنا؟ طلع عيله من الصبح مع العمال، ربنا يكون في عونه. يا اختي، ومين يشهد للعريس؟ سعيد، والنبي اطلع لابويا علشان يحضر الفرح. ابوك دماغه ناشفه. مش سامع الباب؟ فستان العروسه وصل. يقطعني
زغرت من غير ما اخد بالي. وفيها ايه يا اختي؟ ده حد اسمعين بيحب الفرفاشه، وادي زغروطه على زغروطتك. حبيبتي يا عواطف افتح لي الباب ده يابا، الحقوني حرام عليك سيبنا ننزل. هتنزل تروح فين؟ هيجوزوا عزه يابا. خلاص يا ابني، عزه مش بتاعتك. يعني انت عايزني اشرب السم تاني؟ هو انت كنت شربته اولاني؟ الباب ده مش هيتفتح لا ليا ولا ليك الا لما الفرح بتاع البنت دي يخلص. بقول لك هيجوزوا عزه، افتحوا لي الباب ده. حرام عليكم، خلاص الحقوني يا ناس، سيبوني انزل. سيبني سيبني سيبني. في جنب بنتك لغايه ما تطمن عليها. وانت روحي اعتدالي وسيبيني في حالي. عاملين فرح عشان نفرح بس برضه راكبنا الهم. يا اخويا بعد الشر هم ليه؟ ما تسيبش صابك لوحدي، انا اروح اقف معاه. روح روح كلها يابا. تاكل؟ انا كنت فاكرك هتقعد طول الليل تعيط. تعيط؟ لا ده انا بدور على حاجه اكلها وبعد كده هخش انام. جيب ما عندك في الثلاجه والعيشه اهو على الترابيزه، تاكل وتنام قدامي في الصاله. ما تخافش عليا يابا، انا هاكل لقمه وانام على طول. يا ابني الدنيا واسعة وكبيرة، وانت خرجت للدنيا وشفت ليك عليا اجوزك ست ستها. ايه رأيك في ظريفة بنت عبد الحميد؟ بنت مؤدبة وكويسة وابوها راجل طيب. ها؟ مين دي يابا؟ معرفهاش. ما تعرفهاش عشان بتمشي زي العسكري، لا بتلتفت لا يمين ولا شمال. اللي انت شايفه صح اعمله يابا. اهو كده المجدعة، كده الرجولة تعجبني.
طالما كده بقى انا هخش اريح شويه، وانت بعد ما تاكل تحط الاطباق في الحوض، ما تسيبهمش على الترابيزه. ماشي 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 يا ابا. عايز يا سعيد؟ مش انا اللي عايز، بنتك اللي قاعده متنكده في فرحها عشان ابوها ما حضرش هي اللي عايزه. مش هحضر يا سعيد. اوه اوه، انا بس مش فاهم انت منشف دماغك كده ليه يا استاذ رجب؟ اسالني وكانك مش عارف اي حاجه. لا عارف بس مش فاهم. الفرح خلاص اتعمل قدام الدنيا كلها، ايه لازمه النكد بقى؟ يا اخي انا حر. صح، انا شاغل دماغي بيك انت وبنتك يا اخي. ولا بلاش، اذا كان بنتك مش صعبانه عليك هتصعب عليا انا. كله انزل تحت ويوسع لي الفنان، ارجوك لو سمحت. لا يا حبيبي، ألف مبروك ألف مبروك يا عز. عماد خد بالك منها حبيبي. تعالي يا عم. يلا يلا يا ولاد روحوا يلا كملوا فرحكم يلا. من غيرك ما ينفعش. عيب عليك يا برنس الليان يا مجمع الاحبه وانت وحدادي. والنبي تفكك مني يا سخاه، ما تقعدش تنعق في وداني. ده انا بحبك. لا تعالى بقى خد لك نفسين حلوين يا جديد. تعالى انت عارف ماليش في الجو ده. لا النهارده مسايسه، ده فرح اخوك. عيب يا جدع، تعالى بس حته فرحه تعجبك. تعالى رجعت يا عم الحاج، والمحامي بعت لي الارشيد. قلت بقى انا خلاص هعدي، واخد بالك؟ لا بيا ولا عليا. القرشين حطوا عليهم الحاجه جليله وعيالها. ونيرفانا ماتت ازاي؟ مين؟ نيرفانا. هو انا حكيت لك عن نيرفانا؟ انا نهار اسود ومنيل. ايه الله يخرب بيتك يا عم حسان. ايه بس كده؟ هو عم الحاج وعم عدرات الساده المستمعين، اسعد الله مساكم. للي قاعد شمال ويمين، للي قاعد شمال ويمين، عدوا عدوا عدوا.
الحصري. عماد جراله ليه؟ والقتالي خدت سلامه ليه؟ ايه دخلك الاستعباط دي؟ الواد بيموت جوه انت ولا كان في حاجه. الحقني يا عم رجب، ابني هيضيع مني وانت عارف السبب. ابنك فصل يا فرغالي، الواد اتجنن خلاص، ما ينفعش يعيش مع بني ادمين. استهدى بالله يا فرغالي، صلي على النبي مولاي سعيد عليه الصلاه والسلام. سلامه معذور برضه، اللي جراله مش شويه. الحمد لله هو كويس قوي، والجرح مش عميق، بس هنعمله شويه تحاليل وفحوصات عشان نطمن اكتر. شفت يا فرغالي، تحاليل وفحوصات يعني لسه في خطر. يا ريت تراجع الحسابات على طول دلوقتي. حاضر يا دكتور. لو عايزين تقرير طبي اذا كنتوا هترفعوا قضيه ولا حاجه بلغوا الاداره. تقرير ايه يا دكتور؟ احنا كلنا اهل في بعضينا، خليك محضر خير. امال الدكتور بيقول انه بقى كويس يا سعيد، نلم الدور بقى. ابوس ايدك يا سعيد، اذا كان على الفلوس اللي انت دفعتهم اهم، بس خلص سلامه. خلي فلوسك معاك يا اسطى. الو، ايوه يا عماد، عامل ايه؟ الحمد لله، والنبي يابا لو جنبك خليني اكلمه. حاضر والله، هما كلمتين مش هطول. عماد خد كلمة عزة، عايزة تطمن عليك. امال سعيد فين؟ سعيد نزل حسابات، اصلا هما عايزين فلوس وهيطلع على طول. شفت يا عزم قضي ليلة دخلتنا فين؟ مش كنت جيتي كملنا الفرح هنا؟ يا بنت ما تخافيش، ده جرح بسيط وخلاص خيطوه. عشان خاطري يا عزم، عشان خاطري ما تعيطيش. خاطري غالي عليا يا عم. حاضر، مش هعيط. ألف حمد وشكر ليك يا رب. والله العظيم ما حشني عنك غير أبوي، حالف على إيه ما راحش المستشفى في فستان الفرح. بس عارف من النجمة هتلاقيني قدامك. نام أنت وارتاح يا حبيبي، دمنا العمر كله. مع ألف سلامة. الحمد لله يا رب. أما قومي نامي جوايا يا حبيبتي. لا خليني قاعدة معاك لغاية ما أبوكي يرجع. أبويا وسعيد راجعين دلوقتي. إيه الأخبار؟ الحمد لله. بجد؟ الحمد لله، كلمته واطمنت عليه، بقى كويس. صباح الخير يا ابراهيم. صباح النور يا ماما. كنت فين يا ابني بقالك يومين؟ ابدا، كنت في حوار كده. والحوار ده اللي مشرفتك كده؟ ما هو الحوار ده كان فيه ثلاث عيال بيعكسوا بنت على الكورنيش، انا ما عجبنيش المنظر، ركنت اتكلم معاهم، شدوا معايا، مسكت فيهم، راح واحد فيهم ظارفني. ابراهيم حالك مش عاجبني. ليه؟ ما انا زي الفل اهو. لا الفل ابيض، لكن اللي انت فيه ده كحل. ده ايه الظرف الظريف اللي على الصبح ده؟ اول مره تهزري معايا. يا ريت يا زرايا كنا ضحكنا شويه وخلاص. سيبني انا واختك يومين ما تسالش فينا، وفي الاخر راجع لي مشلفط كده. بقول لك ايه، انا بقيت راجل كبير، لا عايز حد يقول لي رحت فين ولا جاي منين. طب يا راجل وكليتك؟ كليه ايه يا ام كليه؟ هتخرج اخد كام يعني؟ الفلوس اللي معاك دي مش بتاعتك، دي بتاعت اخوك، ولما يرجع هياخدها. خلص بقى السنه دي وريح قلبي، محدش عارف بكره هيحصل ايه. لما يبقى يرجع يبقى يحلها الف حلال. يبقى ادعي له انت يرجع بالسلامه، انا داخله انام. تعبناك معانا يا سعيد، اربع ايام وانت قاعد جنب عماد في المستشفى، ده غير الفلوس اللي عمال تدفع فيها. يا عم رجب عيب ما تقولش كده، ده عماد اخويا وانت برضه هنعمل الاخ الكبير. تعالى بقى نشرب حاجه على القهوه. لا سيبك من تشرب حاجه، انا يا دوب ما صدقت ان انا سلمت العروسه للعريس وقلت اروح ارتاح. عارف يا سعيد،
انا لما بدور اللي حصل ده في دماغي بلاقيك مش سعيد البرنس اللي احنا نعرفه. انت اتغيرت يا سعيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسخان يا نعم يا نعم. امر يا سعادة الباشا. والله زمان يا برنس الليالي. والنبي هات لي شوية شاي على السخان عشان دماغي بتلق. هوا. طب هو عايز اسأل سؤال، عماد أخباره إيه النهاردة؟ عماد تمام، سلمنا له عروسته وكله 100 100. هات الشاي بقى. هوا. طب هما ليه سابوا سلامة يعني؟ عماد قال ان سلامة ملوش دخل بالموضوع، هتوكل على الله بقى. هوا يا ابني. طب عم فرغلي اخبارك. انت تشتغلنا الصبح اسخام ولا ايه؟ هدي اعضائك يا عم، وعندك شاي على بوست هنا لبرنس الليالي. صباح الفل. يخرب بيتك، انت خرجت امتى؟ هدى كده، بيقولوا انك اترقيت بقيت باشا بعد ما كنت برنس. ما تشوف لي لقمه عيش معاك يا باشا. جيت متاخر يا بخاطرها. وناوي بخاطرها طالعه من بقك زي العسل. بص يا باشا، انا والواد كله ضربنا السلك مش لاقيين القدر، طمعانين فيك. وده كله باشا. بص ساعه الباشا. ابوس ايد الباشا يا جدع. ابوس ايد الباشا ايه؟ انت هتشيلنا ذنوب على الصبح. خدامينك يا عمهم. عندي مصلحه في اسكندريه معاك. لو في الهند يا باشا معاك.